مساء الخير. اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017، معكم حسن بلوار مباشرة استوديو خليل القروي في موعد جديد من نسمة نيوز. اليوم كالعادة نعمل بكم جولة في مستجدات الأحداث والأخبار اللي ما زالت تدور في فلك الاحتجاجات في عدد من ولايات الجنوب التونسي، اللي عرفت اليوم وقفات احتجاجية ومسيرات دعم لأهالي تطاوين ومعتصمي الكامور بعد أحداث البارحة. اليوم زاد الحديث في البلاد على أسباب تطور هالاحتجاجات واتساع رقعتها وارتفاع منسوب المطالب في عدة مناطق ومدن، خاصة وسط الأزمة الاقتصادية اللي تعيشها البلاد. اليوم مع ضيوفنا سيد نبيل عبد اللطيف الخبير الاقتصادي ورئيس الشرف في هيئة الخبراء المحاسبين، وسي سمير الشافي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. نطرح هذه الأسئلة في جزء ثاني من لقائنا. الرحلة باش تكون لانجلتير بعد 7 متاع العشية، باش نحكيوا على الحادثة الإرهابية اللي عاجت على إيقاعها البارح مدينة مانشستر، 22 قتيل 59 جريح، والإرهاب وداعش تتبنى هذه العملية. اليوم بريطانيا مجددا تحت نار الإرهاب. سينبيل مرحبا بك، نورتنا. خليفة بن سالم مساء الخير كالعادة، يرافقنا في التحليل والنقاش. تطاوين، الحدث مازال متواصل في البلاد. اليوم كانت تشيع جنازة أنور السكرافي ربي يرحمه، كان الهدوء نوعا ما في تطاوين كما قلنا، وقفات احتجاجية، وكان اليوم للعودة بأكثر رصانة بأكثر هدوء للأحداث هذه. خلينا نرجع في التقرير الأول نذكر شو اللي صار في الـ 24 ساعة الفارطة، وخاصة أحداث نهار اليوم، ثم نفتح نقاش أكثر في البلاتو. شيعة تطاوين اليوم فقيد أحداث البارحة أنور السكرافي في موكب ندد التعاطي لحكومة الأمن مع الاحتجاجات السلمية لأهالي المنطقة ومعتصمي الكامور. وساد المدينة اليوم هدوء بعد حالة من الاحتقان. أحداث البارحة حركت أكثر من ولاية في وقفات ومسيرات احتجاجية. العاصمة سوسة صفاقس، قفصة وتوزر، احتجاجات وصلت حد إغلاق الطرقات في قبلية ومدنين. اليوم أصدرت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بيان تعلن فيه عن غلق الصمام الرئيسي للأنبوب الرابط بين البرمة ومحطة الضخ بالكامور، وتعليق كل عملية إرسال المواد البترولية إثر عمل تخريبي تم تسجيله على مستوى الأنبوب. حسب نص البيان تتواصل استتباعات أحداث تطاوين البارح، ومن المنتظر تنفيذ وقفة دعم المعتصمي الكامور في مناطق أخرى في انتظار إيجاد حل يوقف خسائر قد تتضاعف. إذا رحبوا بك سي سمير الشافي الأمين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل. مرحبا بك سي ياسر. أهلا وسهلا بك سي نبيل مجددا، مرحبا بك. الاتحاد العام التونسي، بعد نرجع للرياكسيون سي سمير، وعندنا تقرير كامل حول أبرز ردود الفعل في المنظمات الوطنية والأحزاب وشخصيات الوطنية. ترى شنو اليوم كان أهدأ شوية حتى على مستوى بيان المواقف، ولكن هذا يطرح أسئلة. ما الذي عجل بتسريع الأحداث البارحة، وما الذي عجل بتهدئتها اليوم؟ مازلنا نطرح في الأسئلة، مازلنا نناقش، مازلت فما ضبابية في المشهد. فعلا الوضع مؤلم، خاصة يوم أمس والليلة قبل البارحة. معناها كل التوانسة شعروا بقلق كبير على تداعيات اللي حصلت في جهة تطاوين وتحديدا في منطقة الكامور. وبالتأكيد نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل اللي قلنا مرارا وتكرارا ومنذ السنة الأولى للثورة، عندما جاتك الموجة الأولى العارمة من الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية، كنا نبهنا بأن البلاد يجب أن تحترم كل التحركات الاجتماعية ذات الطابع السلمي، وهذا مكسب من مكاسب اللي نعتز بها اليوم نتيجة تضحيات أجيال كاملة وعمدتها دماء شهداء ثورة الحرية والكرامة، وهذا خط أحمر غير مسموح. شو مفهوم السلمية سي سمير؟ ما خلينا نتفقوا على حاجة، تفقوا على مفهوم السلمية ومن بعد نتفقوا عليه المفهوم، خاطر اليوم العباد مش متفق عليه المفهوم. خلينا نذكر بالمواقف المبدئية، لأنه يبدو أن ذاكرة البعض ضعيفة إن لم تكن معدومة. الاتحاد اللي حمل على عاتقه
هذه الأعباء واتهمنا ورجمنا بأبشع معناها النعوت والاتهامات بأن الاتحاد يقوم بالتحريض. الاتحاد كان سببا مباشرا في تعطل الآلة الإنتاجية في الحوض المنجمي، 4000 مليار خسارة نتيجة الإضرابات في الحوض المنجمي، والحال وأنه الاتحاد كان الجهة الوحيدة، نقول ونشدد على ذلك، الذي كان يصدر البيانات الذي يؤكد فيها على حق المشروع لشعبنا ولشباب الثورة بأنه يعبر عن تطلعاته بكل الأشكال، الاحتجاج السلمي، وهذا معناها مكسب من المكاسب، لابد من تثبيته ولابد من المحافظة عليه ولابد من حمايته. ولكننا كنا واضحين وضوح الشمس في الظهيرة إنه لا مجال أيضا للمساس بالممتلكات العامة والخاصة، لأن هذه هي مكسب المجموعة الوطنية ولا بد أن نحميها، لأنه الاحتجاج شيء ومعناها الاعتداءات على الممتلكات العامة شيء آخر. وهنا موقف الاتحاد الذي بقي ثابتا ولم يتغير، لأنها قناعة ومسألة مبدئية ما تحكمهاش الأمزة السياسية والتوازنات السياسية والتغيرات الأحوال الجوية في عالم السياسة المتغير بطبعه. وفي هذا الاتجاه نحن، وعبر عن ذلك الأخ نور الدين الطبوبي يوم أمس معنا في تصريح لهذه القناة، الذي كان واضحا بأنه يحق لكل التوانسة باش يعبروا عن تطلعاتهم، باش يعبروا عن مواقفهم السياسية أو احتياجاتهم الاجتماعية ومطالبهم المشروعة في التنمية وفي التشغيل وفي رفض لكل الأشكال العصف. ولكن يجب أن نحافظ على هذه الدولة، لأنه انهيار الدولة لقدر الله هو انهيار المستقبل وانهيار كل الأمال. وبالتالي لابد أن نفرق ما بين معارضة الحكومة، وهذا شيء مشروع وطبيعي وعادي، وهذه هي النظم الديمقراطية، وبين أن يتحول المعارضة إلى مساس بالأسس التي تنبني عليها الدولة. أعطونا التفاصيل هذه كتسمح سي سامي. سي نبيل عبد الشيف الخبير الاقتصادي، وأنت أيضا ابن تطاوين، ابن هذه الأرض اللي انتفضوا أهاليها لسنوات من التهميش. يعني ما نحبش كل مرة نذكر أنه تطاوين تحت المرتبة الأولى في نسبة البطالة وقلة المشاريع، وهذا واقع وهذا يجبنا نعترف به زادة ونعترف بحق أهل تطاوين، ولكن يجبنا نسلك مع بعضنا بأهل تطاوين، بالسياسيين، بالنقابيين، بالخبراء أيضا، بالإعلاميين والمحللين، نقولوا راي فما خطوط حمر. لو كما قال سي سمير، تعارض الحكومة، تعارض اللي يحكم توا، ما الدولة راي هذيك تلمنا الناس الكل، والسقف راو كل واحد شده بشوي. علاش طورت الأوضاع هكا سي نبيل بسرعة هذه بالطريقة هذه؟ هو راو السؤال هذايا معناها طرحته عديد الاطراف، معناها خاصه البارح في زخم الاحداث ما فهمنا شيء، معناها في التواتر اللي صار نتاع الاحداث. عاده في وضعيات كيما هكا يصير تحقيق، معناها باش يتبع المسؤوليات كل طرف، ونتصور راو باش يكون على مستوى اداري، ان شاء الله ما يطلعش تحقيق سياسي وما يعطيش النتائج في وقته. طبعا في الوضعيه هذه تلقى كل طرف، كان ناخذوا أن المحتجين والمعتصمين هو طرف، والطرف الحكومي والأمني، طب بما أنه فما تعاطي أمني للعملية، معناها كل حد باش يعطي معناها الفيرسيون، معناها رؤيته هو اللي صار بالضبط. نقول أنا شبيه ما مشي حتى حد محطة الضخ ولا المضخة إلا كاونتي، معناها إلا نهار الجمعة، شهرين سلمية ما فما لا نهب لا سرقة، حاجة ما تمسكش، والناس كل كانت تشيد بهذايا. اللي رؤيتي الخاصه شو اللي صار، وانه المفاوضات بلغت اشواط كبيره وتقدمت ووصلوا حتى باش يصحوا. اللي فهمته انه فما 1500 في حدود 1500 كانوا موافقين تماما على ما توصلوا له، مع بعض الاحترازات على الضمانات، خاطر جات برشا مرات وعود ما تنفذتش، قد ديما هذيك المشكل ما لقاوش شنو صيغه. وفما عدد آخر ما بين 120-140 قالك لا يستحي، مش هذا اللي طالبينه، وزادوا 3 أو 4 طلبات. اش نقول؟ اللي كان تذكروا أنا طرحت مبادرة في خاطر تعاتي أنه ما يزمكش أنت تخمم للجهات، يزمك تخمم على الجهات،
تتبدل النظره، ما عادش انا نحضر لك 40 نقطه ونجيبهم لك، لا تخدمهم مع الجهه هي بيدها باش هي تبناها وتهرب من نهار باش تصحوا تلقى اختلافات في اخر وقت. كان احنا طلبنا انه يكون فما فريق عمل يحضر للحكومه كل شيء بوندو اموا في شهر كامل في الولايه بيدها، تلقى فيه ممثل الحكومه، تلقى فيه موديراتور كونسيلياتور سميه احنا موافق عنده خاطر علم واحد وراه الاطلاق بيتخاج معروف يعرف كيفاش يتعامل مع المجموعات ويطلع شكون هو المؤثر وشكون غدوه باش يصحح وين مثلا كان ثم اتهامات متبادله كذا يركح الامور هذه كل. ومعاهم اهم حاجه اللي هو مهندس في التنميه والاعمال. علاش؟ خاطر ساعات ثم طلبات خياليه ما تجيش كي يسمع اندبندون معناها حد مستقل وحد معناها ولد دومين يولي يسمع من عنده. وفما حاجات ساعات يحقروها وتكون فكره طيبه يفيق بها هو ويمشي يزيد يركز عليها ويكون اكثر. هذا ما صار، هذا ما صار هو اللي صار، ولكن على الاقل اللي هو صار به من عنده حكومه انه هبطت في جلسات تفاوض بعضها فما هذول خمسه وسته وفود وصل العمليه هذه. فوقت تبدا تتفاوض مع مجموعات ما ياثر فيها حتى حد ما عندهاش جهه اللي هي معناها اثر العمليه يولي ما عادش الاغلبيه ماهوش برلمان هو تولي الاقليه هذيك ما تفهمتش معاها تكمل معاها الراوند الاخراني تكمل معاها الجوله الاخيره وتكون العمليه سهله جدا لانه باش تكون ديما عندك اتفاق خلط له هو هذاك هو معناها الحجر الاساسي. انا كنت نتمنى وكنت تكلمت حتى بطريقتي الخاصه واتصلت بجميع الاطراف قلت راهو الحكايه مش بعيده ما همش بعاد على بعضهم راهو نجموا نقنعوا على الناس الكل ونخرجوا بالاتفاق هذايا اللي يعطينا زاده حتى بالنسبه للجهات الاخرى سيغتنموه. فما جهات باش تقول لك حتى انا زاده نحب وكذا اما الموديل هذايا نتاع التفاوض والحوار يولي غودي ويتعداو به جهات اخرى. ولكن ما راني الا وانه معناها صار معناها تدخل الامني وكل شيء وصارت الاسكالات حاجه بركه نبه عليها وانه راهو اذا كان فما اطراف مندسه والاطراف راكبه على الحدث ولا تجاذبات سياسيه يتحاسبوا. كنت تسمح التجاذبات وخاصه الرياكسيون بوليتيك انه فهم بيانات وسنتحدث عن هذه البيانات سواء كانت سياسيه ولا جماعيه. في الجزء الثاني عندنا تقرير فيها ابرز وخاصه الاتهامات اليوم علي العريض كان حذانا في برنامج سارس مع صوفيا بن حميده وسمى احساب معينه وسنعود لها بالاسم بعد قليل. خليها هذه خليفه هديت شويه نفوس اليوم تقشع بعض الضباب تطوين رجعت الى الهدوء وصارت حمله نظافه لعباد لكن في الاثناء تطوين فقدت ابن من ابنائها سته امنيين تضربوا فقدت جزء كبير من الامن اللي كان يعز على المباني على الناس يامنهم برشا سيارات نتاع امن تحرقوا. يعني تطوين البارح مش تطوين اليوم. هو انا اعتقد لازم ناخذ الدرس احنا ما خذناش دروس ديما تعدى قدامنا المشاهد هذه وتتكرر ما ناخذوش دروس المره هذه ناخذ درس. اولا على مستوى التقييم اللي مؤسف انه كثير من الاحزاب السياسيه ومواقف النخبه كانها تقيم في مباراه ديربي يعني تمترس طرفين واحد يشيطن كليه المتظاهرين والمحتجين وحق الجهه في التنميه والمطلبيه اللي قامت عليها الاحتجاجات وطرف اخر لا يشيطن الاداء الحكومي والحلول الرسميه اللي تقدمت بها الدوله كما لو انها جات من دوله اخرى. لهنا تميز موقف الاتحاد حقيقه بشيء من التوازن والحكمه لانه مش معقول ان نتعامل الاحتجاجات من باب الشيطنه ونولي ومعناها ثم بعد الشيطنه تو تشوف سنبدا ونتهموا في بعضنا عبر نظريه المؤامره والبحث عن اكباش فداء واسباب واهيه وهذا السبب وهذه كرهبه وهذا جاء وهذا عطى فلوس تي مش هذا. ثم مشكل في تطوين شنو؟ ثم مشكل نتاع تشغيل نتاع تنميه لازم نعترف به ايا كانت التكاليف ايا كانت المنزلقات اللي تمشي فيها الاحداث نعترف انه للناس معناها مطلبيه مشروعه ومعقوله. ثم في المقابل لازم نقيم اداء الحكومه يعني حتى الحكومه لم تصم اذانها كليه ورفضت وقالت لا وما نهبطش الميدان نزلت الحكومه كذلك الميدان وثمة مساعي اذا نبنيه على هذا نعتقد. واللي قالوا الاتحاد العام تنظيم الشغل معقول لانه من اللحظه الاولى نبه الاتحاد العام تنظيم الشغل انه ثم اطراف سياسيه حاولت توظف معقول نجد مسوغات للعمل السياسي والحزبي انه من مهمته يركب على الاحداث باش يوجهها وجهته هو في اطار معركه نتاع استحقاقات انتخابيه قادمه على انه وين يصبح خطر أنه يقع انزلاق بالأحداث وممكن إذا ما حصلتش مرة هذه والحمد لله نعتقد أنه حتى أهالي التطوين كانوا في أكثر مما منتظر في المستوى وقت الناس عرفت الأمور مش تمشي المنزلق بدأت تهدأ وبدأت ناس تعود ممكن هذا يقع على أنه لا يقع في المستقبل. علاش كي ناخذ البيلون الآن لمصلحة من أو ما هي النتائج الأولية أنه عندنا ضحايا من المواطنين عزل
وعندنا ضحايا من الأمنية، وعندنا ضحايا من الحماية المدنية، وعندنا إنهاك المؤسسة العسكرية. تو هذا اللي حصلناه مبدئيا، يعني اللي هذا البلاء هذا هو اللي حد الآن مع اللي حصلنا في المقابل. ثم مكاسب حقتها الحركة الاحتجاجية اللي قدمتها الحكومة في المفاوضات، زاد ثم نظرية خذ وطلب، هذا اللي حد الآن ثمة مكاسب إذا كان نبنيوا عليها تتحقق في المستقبل. وثمة مكسب آخر مهم، أنه مهما كانت الآلية اللي تقوم بها الاحتجاجات علينا أن نعترف بها ونتفاوض معها، حتى الحكومة بدورة علي أن تجود أدائها وتحسن من أدائها في علاقة بالمفاوضات. هي خذت الدرس، إذا كان نبنيه على هذا تعود الأنفس، تهدأ الأنفس، نتحلى بشيء من الحكمة ونلقاو صيغة سواء كان في التطاوين أو غيرها من الجهة. وإذا كان ندخل في باب الشيطنة والبحث عن الأعذار الواهية وعن أكباش فداء وعن مبررات وحلول من هنا وهناك ملفقة، ما بياو حلينا مشكل في التطوين، وغدوة كي تقوم لك في سواقس ولا مادية ولا أي مكان في الجمهورية نعود نبنيه الحكاية هذه، لا يزم فيقا وثمة مشكلة ونقف الأطراف. ونعتقد أي كانت شرعية حكومة وأحزاب منتخبة وغيرها دوما الحوار إيجابي، يعني دوما نتحاور مع الأطراف الاجتماعية، مع الاتحاد الشغل، منظمة العراف، جزء من المجتمع المدني الفاعل والقريب من مواطنيه، الأحزاب السياسية، حتى اللي ماهيش مشاركة في الحكم ما عندهاش مشكل، حتى اللي ما جابش بلايص في مجلس النواب مش نقصيوه نهائيا، شنو المشكل؟ هذيك اللعبة السياسية والديمقراطية. وقت تبدأ منفتحة العملية السياسية بشيء من المصداقية والهدوء والرصانة نجد حلول. وإذا كان ما حبوش نلقاو حلول سهل ياسر، وكان جيب الصين الشعبية الحزب الحاكم في الصين تو ما يلقاش الحلول يعجز عليه. في تغطية قبل الأخبار وبعد نجيك بأكثر توقيت سمير، شنو الدرس الأول لازمنا ناخذه من هذه الأزمة اللي إن شاء الله ما تكبرش أكثر؟ يعني إحنا نتمنى وأنه تكون في معالجة سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية، وهذاك هو الخيار الوحيد والأوحد بعيدا بعيدا عن المعالجات الأمنية. صحيح الأمن مش يدافع عن الممتلكات العامة والخاصة، وهذه مسألة معناها غير قابلة للنقاش والجدل، ولكن الفلسفة الأمنية في معالجة الوضع الاجتماعي هذه لابد أن نتركها وراءنا. الملاحظة الثانية، يجب أن يعي القائمون على الشأن العام في البلاد، يعني السلطة السياسية الحاكمة والأحزاب بشكل عام حتى خارج الحكم، وأنه هذا الشعب العظيم أصبح اليوم له درجة عالية من النضج والوعي والوضوح. بالتالي إذا كان نحبوا نتعاملوا مع هذا الشباب، هذه الفئات الشعبية بالوضوح وبالصراحة وبالبرامج القريبة المدى والمتوسط المدى وبعيدة المدى، أما المعالجات اللحظوية التي كثيرا ما تكون بشكل مرتجل وكثيرا إيه ما تكون ما يتقبلش ديما سيسميك تقول يعني يحب شوف حاجة حاضر يحب حاجة يقول لك صبرت وقال لك نبيل صديق. يعني وعود هذيك علاش عندنا بزون موديراتور، قال لك الوعود ما تتنفذش. احنا توا تقريبا 6 سنوات بعد الثورة، هذا الشعب صبر برشا ويعي ويدرك، وأنه ليس من السهولة بمكان أن نغير الأوضاع بمجرد قرار أو معناها إجراء معين، هذا يتطلب إلى وقت، ولكن الوقت كفيل باش يهدأ النفوس ويطمئن معناها الجهات والأفراد والشباب، ولكن ما هو مفقود غياب الرؤية السياسية الواضحة اللي تبعث برسائل طمأنة للناس. وبالتالي عندما نقول على الإصلاحات أنا نفهمها شيء وهذا كيفهمها شيء، وفي كثير من الأحيان الإصلاحات هي تنصف تطلعات الناس. أنا أمس كنت في معمل ستيب اللي كان منشأة ذات مساهمة عمومية وقع خصخصته بطريقة معناها فهمتني ما نحبش نرجع لها برشا. اليوم صاحب المصنع خذا قرار بصد عن العمل 3 شهور في عشية رمضان، 1000 عائلة اليوم في حالة احتقان شديد بدعوة وأنه السوق وقع إغراقها منتجات تركيا، منتجات تركيا وغير تركيا. وبالتالي اليوم أنا نتوجد في وضع اجتماعي مأزقي محتقن نتيجة غياب لا فيزيبيليتي بوليتيك اي ايكونوميك في البلاد. يبدا وان نتفق على رؤية واضح معناها تكون هي القاسم المشترك في ارضيتها الدنيا واضح. مع سي سمير كان تسمح نرجع لك بعد لحظات بعد عناوين الاخبار مع زميلتنا ربيب جسمه، وسنتساءل عن الرؤيه السياسيه عن حلول الممكنه. هل كما يطالب البعض عبر الانتخابات
المسبقة لأوانها أم هناك فعلا حلول أخرى لم تجربها هذه الحكومة؟ هذا كل بعد الأخبار مع رباب. مرحبا بكم مجددا. الجزء الثاني من سياسة نيوز وصلوا فيه استضافة سي نبيل عفتيف الخبير الاقتصادي سمير الشافعي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشؤون. مرحبا بكم. سنتحدث دائما عن تطاوين وسط الأزمة الاقتصادية خاصة الاحتجاجات فما موجودة أيضا. امبارح تحدثنا على قبلي على الفوار، اليوم كان فما أيضا وقفات احتجاجية، وخاصة اليوم كان موعد لي باش نعرفوا بعد ما هدي شوية الحدث البارح المواقف، خاصة المواقف السياسية. في هذا التقرير نعود لأبرز الرياكسيون تاع السياسيين تاع الأحزاب ثم نناقش هذه المواقف. أثارت الأحداث اللي جدت البارح في ولاية تطاوين واللي راح ضحيتها المواطن أنور السكرافي أثارت ردود أفعال عديدة. اتحاد الشغل أكد على لسان أمينه العام دعم المطالب المحتجين الشرعية ودعاهم لعدم الانزلاق نحو العنف. دعنا أهلنا في الجهات هذه ما يجرهمش إلى معناها التصادم مع الجيش. حركة النهضة أصدرت بيانة أكدت فيها على ضرورة التمسك بالحوار كحل الخروج من الأزمة، وجددت دعوتها للحكومة لضرورة الإنصات لمطالب الجهات ومحاولة إيجاد حلول لإيقاف الاحتجاجات وأدانت حرق المؤسسات الرسمية. أكدنا إصرارنا وتأكيدنا على ضرورة أن تتسم كل هذه التحركات بالسلمية، وعلى ضرورة الابتعاد عن كل ما فيه معنى خرق للقانون واعتداء على المؤسسات العامة والخاصة. الجبهة الشعبية من جانبها جددت دعمها المطالب محتجي الكامور في بيان أكدت خلاله أن سلوك الحكومة وخياراتها هي السبب الأول في تأزم الأوضاع في الجهة. كامور هي تونس، تطاوين هي تونس، والقضايا اللي طرحت فم هي قضايا الوطن، هي السيادة الوطنية، هي ملكية الشعب لثرواته، هي التوزيع العادل، هي المساواة بين الجهات إلى النضال المدني أما السلمي والمتحضر. حزب نداء تونس اعتبر أنه تم جر معتصمي الكامور ودفعهم للعنف بعد ما كانت الحكومة توصلت الحل معهم. خلقت أزمة لاستغلال الوضع، فشل ما توصلت به الحكومة وتنسيقية المحتجين. وتنوعت المواقف والآراء إلا أنها اجتمعت على شرعية المطالب اللي يرفعوها أهالي التطاوين اليوم. آراء مواقف مختلفة لم تخلو من إدانة العنف ودعم مطالب المحتجين مع اختلاف في القراءات وتحميل المسؤولية. لابد من الالتفات والانتباه إلى هذه الحركات وإلى أصوات المحتجين وإلى إشارات المحتجين والتعامل بها واستباق معناها هذا الاحتقان واستباق العنف واستباق التشنج. هناك قوميين غاديك يدفعوا للأقصى، هناك أيضا حتى من حزب المشروع من يدفع للأقصى، هناك من حزب التحرير من يدفع للأقصى، هناك عدة أطراف وثم لوبيات فساد. اليوم معناتها أقلية في تطاوين، معناتها أقلية مشاغبة، أقلية مندسة في وسط الاحتجاجات السلمية، تغالط في أهالي تطاوين ممولة معناتها بأطراف مجموعة، وهناك أحزاب سياسية تدعم فيها. لوين ماشيين؟ لوين نحبوا نمشوا؟ نحبوا نمشوا إلى الفوضى؟ ما نعتقدش هذه قناعة الأهالي، ما نعتقدش هذه الأغلبية في تطاوين. تحبوا نمشوا للفساد متاع الإدارة ومتاع أن الليل باتوا بدون أمن، في الليل باتوا أولادنا بدون أمن، في الليل باتوا أولادنا بدون جيش، الجريمة ربما احنا ما نعتقدش لها في الجنوب التونسي ولا في الشمال التونسي فما إيرادات. إذا كان وقعت مسائل احنا كحكومة احنا ديما يد ديما ممدودة إلى المواطن التونسي. كل هذا يخلي أزمة اعتصام الكامورة مفتوحة على احتمالات عديدة في انتظار حلول توقف نزيفها. إذن سينابيل برشا مواقف، و في وسط هذه المواقف علاش لميناهم بعضهم؟ لكن فما لا أحد يقترح حلول. الحل اللي سمعناه عند بعض، وخليني يعني عند بعض الأحزاب، مثل بيان الحركة كنا تحدثنا عليه البارح، النزول إلى الشارع. الجبهة اليوم تطالب بانتخابات، بعض الأحزاب الأخرى تطالب بانتخابات، وسمعنا منذ فترة وما فماش كون يمدلك حلول. لذلك علاش اليوم نحبوا نسألوا اليوم، هل هناك حلول لم تطبق؟ هل هناك حلول لم تجرب؟ يعني هل البلاد بحاجة إلى أكثر فوضى، إلى أكثر دفع نحو كتب هادي حمدي زميلنا الصحفي لا هجرة بعد الفتح؟ صارت انتخابات، اليوم إعادة يعني ولادة نموذج الثورة ماهوش سهل اليوم في بلادنا لأنه الأوضاع ليست كما قبل. أولا وقلت برشا مرات كنا نتمنى أنه النسق متاع الانتقال السياسي كان أسرع. اليوم كان جيت عندي لجنة حقوق الأجيال القادمة والتنمية المستدامة، راهو في اللجنة هذه اللي هي دستورية راهي بارشة مشاكل من واحدة صارت فيها
قرارات وقوانين أساسية. وقت كان جاي عندي الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد، لأنه نعرفوا اللي 50% من المشاكل جاية بالفساد، بما في ذلك التهريب، بما في ذلك كل ما هو معناها مرتبط أساسا بالجرائم الاقتصادية والمالية. إذا كان تزاد البلديات ومعنى بضيق الجماعات المحلية اتعاملت، راو عندنا برشة ضغط ونقص اليوم باقي. وقلناها الاقتصاد والاجتماعي يقاسي في التأخر في إنجاز الانتقال السياسي، وراه ما عندكم مش فكرة إذا كان نكملوا أنبوك الانتقال السياسي قداش عنده إفاع على الاقتصاد. كي باش نرجع خطر شفت أنا التوال الفتياغ للعنصر، راو أنا يهمني فما خلط قاعد يصير ما بين القضية المركزية والأساسية اللي هي التنمية والتشغيل، قاعد تخلط مع النهب وتخريب والخروج عن السلمية. أنا اليوم في إذاعة طويل على المباشر، لكن هذا صار بسعطيك مثال حي. أولا فما مرصد العمل الحضري والبلدي عنده جمعتين التالي خرج دراسة حول ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية. تطويل نسبة 90% ثقة في الأمن. أنا على المباشر في إذاعة تطاوين تتدخل التنسيقية وتقول لك رانا بعد الجنازة للمرحوم، وأنا أعتبره شهيد لأنه قضية عادلة، أنور سكرافي، بعد الجنازة وجدنا سيارات أجرة معناها ماهيش أصلية فيها أشخاص مش سيارة أجرة تقصد معناها لوكاسيون إيجار مش أجرة أجرة أنت ولي تاكسي مؤجرة عفوا فيها أشخاص ما نعرفهمش، شدينا سيارات وقدمناهم للجيش وطالبوا مباشرة أنه الأمن يرجع، لأنه هما يحبوا أنه يبقوا في تنمية وتشغيل. هذه قضيتنا، ما عدا ذلك هذيك إجراءات تحقيقية وغيره. إذا كان فما ناس قاعدة تعمل في حاجات خارج على القانون هذيك أمورها. إذن المسألة الجوهرية باش ما تتخلصش الأمور هي حكاية تنمية وتشغيل. باش نعطي رقم فقط، تطوين تعرف ناس كل اللي هي غنية بالثروات الباطنية إنشائية وغيره به. عندها نسبة بطالة تساوي مرتين المعدل الوطني. كان انت ترجعها للمعدل الوطني اللي هو بيدنا احنا مش راضيين بيه، بدنا نقسم 3%. كان على الاقل عندك 7000 موطن شغل لازم تخدمها. النقاشات قاعده تصير على 1500 و2000 وكل شيء، باش ما نقولوش هذا فما امور تعجيزيه ولا امور خياليه، لانه فما معناتها مانيش باش ندخل في التفاصيل. كل مدينه تونسيه راهي تغيرت، فما كل واحدة وين مشى التهرم السكاني نتاعها والا معناها النشاط نتاعها الاقتصادي وغيره، فما اشكاليات خصوصية كل جهة. وفما ال 50 نقطة اللي وقع اقتراحها واختخذ منها من عند الحكومة عديد النقاط اللي خلصت بها ال 64 نقطة مربوطة أساسا بالخصوصية نتاع الجهة، وفيها برشا حلول خاتمة ميزانية 2017 اللي سكرت هي فيها فما برشا معناها إيماج نتاع الشركات، وهذه راهو لي زون بيتروليير في العالم الكل الاشكالية هذه موجودة فيها راهو. أعطونا شغل خلينا نشوف السياسة أكثر. خليفة، هل هذه الأزمة أيضا فرصة لبيان بعض المواقف يعني، وفرصة أيضا لتسجيل نقاط؟ أنت قبلي عجبتني تعامل على الدربي زادة يعني، يا معايا كونتر اليوم علي العريف كان اتهم أطراف معينة، حزب التحرير، مشروع تونس، والقوميين، كريم هلالي نائب أفاق تونس ورئيس المكتب السياسي كان تحدث على احتجاجات مماولة وأطراف مشبوهة. البارح سمعنا سيد عماد الحمامي وزير التشغيل أيضا يتحدث عن 12 مليون وكراها بتعطات اليوم. لا أنا أعتقد أنه حسابات سياسية ولات أعتقد أنه السياسيين في تونس بدورهم ما زالوا في حكاية الضربة على مستوى الخطاب نفسه والضربة على التنافس السياسي محكوم بآليات وأخلاقيات معينة، وبالتالي الاتهامات تصدر عن علي العريض كما تصدر عن غيرها من الأحزاب السياسية الجزاف. عندك زوج مسائل ما يضبطوش فيهم أمورهم السياسيين في تونس بحسب ما لاحظت. الأرقام يقولوا الأرقام هكاك، يعني الأرقام يقولوها كما يحبوا، تلقاه يحكي ساعات كل 14 مليون تونس 10 ملايين 6 ملايين الله أعلم بيك فجأة في كله حتى في الاقتصاد. ثم في قضية الاتهامات وتبادل الاتهامات والسباب ثم حالة من التشنج، وبالتالي أنا ما نخوش عليهم ديما نقول إن شاء الله نتعلم كلنا حتى نوصل لهذا. لكن أعتقد النظام السياسي توا سينابيل يحكي عن حلول معقول نظريا، النظام السياسي عنده أزمة هيكلية. أعطيني حكومة شدت عامين في تونس توا، مش ممكن تطبق اي برنامج في ظل هالوضعيه ذي لو تجيب عبقري العبقريات في الحياه السياسيه كلهم يزايدوا على بعض، كلهم يقولوا الحكومه مفروض تعمل لك. احنا ما عندناش ولي عنده 3 سنين شاد ولي، ما عندناش معتمد شد عام توا، راهو زاد لازم نفيقوا لانفسنا، عندنا مشكله كبيره ونوضحوها. ما عندناش حاله استقرار بالكل على مستوى الاداره،
على مستوى الحكومات، كل الحكومة الباهية تشد عام بدل حكومة غير حكومة مهما كان. أنا مش مع الحكومة يعني كتصور موقف، تعرف ناس كل بدأت الحوار حول الحكومة إيش قلنا فيها من عملاو الماضي في الوقت هذا بالذات في 2 جوان لا، ولكن نغزر نقول كان تعطيني تو منصب تاع رئيس حكومة ما نقبلوش بصراحة، اللي بعقله ما يقبلوش. علاش؟ لأنه ما ثم استقرار. أي حكومة في العالم على الأقل عندها 4-5 سنوات قادرة تنفذ برنامجها وتتفاوض مع الناس. احنا دخلنا في عملية مزايدات راهو مش معقول. 2 ثم مشكل آخر سي نبيل هو مشكل الكفاءات. يجب نقرر احنا عندنا وهم كبير ياسر أن نمتلك الكفاءات والعبقريات اللي تسير الولايات المتحدة الأمريكية. تو تبين بالوضع شنو هي الكفاءات. ثم مشكل في الكفاءات الاختيار في المناصب. اي الناس اللي نختاروا فيهم تو من 2011 إلى اليوم بصراحة نسبة كبيرة منهم ما عندهمش قدرة لا الوالي لا الوزير لا المعتمد. هلا غالب علاش يختاروهم، ولكن سياسيا قاعدين يختاروا فيهم يا خليفة في مستوى الكفاءات. راهو ثم ناس تعرفش ملفات طاقية كما تطاوين مفروض فيه الوالي يفهم في الطاقة سينو الشعب يعديها عليه، الشركة تعديها عليه، برشا حاجات خاطر موش الدومين. سي سمير كيفاش تراه هذا الكل بين السياسة وعدم الكفاءة وخاصة من يرغب في إسقاط الحكومة اليوم جزء من هذا التعثر في انجاز المشاريع؟ انه حبيب السيد تخرج قال لك انا عندي قداش من 11 من 1000 مليار زاد معطلين من الحكومه اللي 10000 مليار معطلين كيف يوسف الشاهد. يعني العجله ما خلطتش باش تبدا تدور باش نعطلوها. خلينا نقول يعني في الحقيقه هو مش جديد، احنا كنا دائما وابدا عندنا تشخيص واضح وان تونس تأن تحت وطأة ازمه سياسيه معناها بامتياز، أزمة سياسية بمفهوم التعامل النخب والأحزاب الفاعلة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والعلاقة أيضا ما بين الأحزاب فيما بينها. هذه التجاذبات التي كادت تعصف بالتجربة الفتية في تونس في مرحلة الانتقال الأولى وأدت إلى ما أدت إليه، إلى حوار وطني واللي مكن البلاد من أنها تستعيد أنفاسها وتستعيد أملها في تثبيت هذا المشروع وهذا الحلم اللي تونس الكل يحلم أن تكون لهم دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية حاضنة تحمي ترعى قادرة. هذا هو تطلعنا معناها الناس كلها، ولكن وللأسف الشديد التوانسة بقدر اتساع أحلامهم لتونس أخرى أفضل وهي ممكنة بقدر اصطدموا بمعناها الفشل والإحباطات الناتجة عن مقاربات مغلى في الحزبية، مغلى في التبشير، مغلى في إغداق الوعود في فترات معينة، ثم مغلى أيضا في الانغلاق والانفتاح على المشاكل الحقيقية وفي طريقة معالجتها. هذا واقع أصبح بين للناس الكليكة. احنا على يقين وأنه الحديث حول تحميل هذه الجهة أو تلك مسؤولية تصاعد الأحداث معناها في تطاوين هذه أسلوب لا يمكن أن يؤدي إلى المعالجة وتنقيط الأجواء، بل في تقديرنا الخاص ما يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد الاحتقان ومزيد التباغض. عضو حكومي اللي اتهم يعني ما بصرف النظر ما لا 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 تعرف علاش سمير مش بصرف النظر، هام جدا لأنه اليوم إذا في كل تصير أحداث وتصير وتتدخل أطراف ويجيك عضو من حكومة مسؤول يعني ويتكلم وما تمشيش التحقيقات وما تعطينيش الحقيقة سنبقى دائما في هذه يعني في هذه الضبابية. خلي اللي عمل العمل يتحاسب. احنا ما احناش بل بالعكس احنا نريد أن تكون هناك وضوح، أن يكون هناك وضوح ولي قال كلمة في التعامل وفي التعاطي مع كل الظواهر المارقة على القانون، ولكن يجب أن يكون واضحا إنه هذا معنى التمشي يجب أن يلمسه التوانسة على قاعدة سياسة ثابتة بدون حسابات ولا كما كان يحكي أقبلك خليفة لي باش نعدي العقبة. لا التوانسة راه قلت ونعاود وشباب معناها تطاوين اللي بالمناسبة نحبه نحييه ونشده على أيديه ونقولوله حلم
تونس أخرى أفضل وممكنة راهو بيديك وبيدية وبيدين مجتمعنا كي نتضامنوا مع بعضنا ونسمعوا بعضنا وإحنا متبنين كل تطلعات أبناء تطاوين وغير تطاوين في الحقيقة، لأن هي المشكلة واحدة والقضية واحدة في كل ربوع هذه الخضراء. أما طريقة التعاطي مع هذا المشكل الاجتماعي بامتياز هو اللي معناه خلى أطراف سياسية ومعناه الحكومة، ما زلت ما كملتش الفكرة متاعي سامحني صديقي، هو أنه يلزم أن نلتقطوا اللحظة وكيفاش نعملوا سياسات معناها دقيقة واضحة يشعرها ويدركها ويفهمها المواطن. أما أن نضرب ضربة على اليمين وضربة على اليسار، فبطبيعة الحال المواطنين اللي بلغوا درجة من النضج والوعي ومعناها الإدراك راهم قادرين باش يفهموا أن هذه سياسة جدية ولا مش جدية، هذه سياسة معناها عدين حتى من العقبة ولا لا. وبالتالي الحيلة في ترك الحيلة، المطروح اليوم هو أنه نتصارحوا مع بعضنا، أنه نتصالحوا مع بعضنا، أنه نعطيوا الحقائق مع بعضنا، وأن تكون عندنا، وهنا الأهم لو ميساج لو بليز امبورطون، أنه نبني سياسات فيها انحياز. افهموا هذا المصطلح، سياسة أي سياسة في العالم وفي أي نظام راهي في كل سياسات عندها انحيازات معينة. احنا يلزم سياساتنا المواطن البسيط والعادي والمعطل والفقير والزوالي يزمو يشعر كونه السياسة هذه راهي فعلا منحازة ليه، تحب تخرجه من الغبن متاعه، تحب تحسنه مقدرته الشرائية، تحب تفكر له وبدأت تشرع له في إنجاز مشاريع اللي باش تشغله وتخليه يعيش حياة كريمة. هذا للأسف الشديد موش ملموس. باش نكون واضح في الجانب هذايا، يجب أن نعيد معنى التفكير في خطابنا السياسي وفي عقلنا السياسي وفي تفكيرنا السياسي، لأنه فعلا يمكن أن نتهم توا خليفة وخليفة يتهم معنا فتني سمير ويتسترى وما ندخلوش وما نخرجوش من هالدوام هذية والسيرك الفيسيو. وبالتالي هذه دعوة اليوم لنا من الاتحاد إلى كل أبناء شعبنا وإلى كل النخب وإلى كل القوى السياسية الحاكمة والمعارضة وكم كل أبناء تونس، فلنتنافس في خدمة البلاد، ولتكن واضح لدينا أنه هذا التنافس اللي هو محمود ومطلوب عنده قواعده وعنده ضوابطه، ولكن لا يجب أن يكون هذا التنافس على حساب كيان بلادنا واستقرار بلادنا. وهنا معناه فهمتني الفرق واضح وبين وجلي. اليوم باش نختم في الجانب هذا بور لوتيري، التوانسة ولا ما عندهم ثقة في شيء. هذا مثلا النفط، النفط يا ان جراند تابو، يقول لك بلادنا تعوم على بحيرة من النفط، الاخر يقول له لا رحنا يدوب انه 30% او 40% من احتياجاتنا، الاخر يقول لك العقود فعلا معناها فيها مشاكل كارثية وفيها مشاكل. خلينا نعملوا لجنة، وهذه دعوة من الشخصيات الوطنية ومن الكفاءات باش تحقق وتعطي الحقائق للشعب التونسي الكل. وإذا كان فعلا عندنا عقود اللي هي ظالمة وفيها حيف للمصلحة الوطنية، من دورنا ومن حق دولتنا أن تراجع هذه العقود. كان كم معك سي نبيل يعني في نفس الإطار، اليوم مواطن يقول لك نغيروا الخطاب، أن محتاجين إلى تغيير الخطاب، أنه يحس المواطن وصل للمرحلة بعد 6 سنوات ما عادش حاجته بالإحساس هذا، حاجته بحاجة إفيكاس. اليوم هوش قاعد يشوف بعد 6 سنوات حاجة تتغير، لا طرقات لا 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 سوم لا لا أسعار لا حتى شيء. يعني هل ونرجع للعنوان اللي اخترناه لهذا الجزء من هذا الحصة، في ظل هالهشاشة الاقتصادية وفي ظل هالوضع هناك انحسار للحلول، هناك الحلول ماشية وتضييق على الحكومات، على من يحكم حتى على من يعارض، حتى اللي يعارض رويكتا في ساعات بالكلام ما يقدمش حل. أولا نذكر أنه تطاوين ستكون وتظل دائما تذود على حدود الوطن، وستكون أول صد منيع قدام أي خطر، أي لقدر أي محاولات، كما شفنا ملحمة بن قردين بحاولها بس كون ملحمة تطاوين موجودة شاء الله مصنعش عمل التاريخ. لا معنا نحكيه أنه نحن جنود كما توانسة كل حدود جزائر حدود ليبيا، الناس كل مضامنين مع بعض، وهذه مسألة لا مساومة فيها ولا حديث فيها. مسألة تنمية وتشغيل، هل جوانب كذا تتصفى؟ أعطينا تول صحيح. نرجع سؤالك يا حسين،
المفاوضات السادي خلطته راه معناه وصلت مرحله باهيه. ناس تحكي راه بالمشروع بالمشروع وقت يجي تقول راه ما حد اعلى ولا ما حد دولي يقري معناها الطاقات متجدده ولا الانشائيه ولا الاحفوريه معناها هذه حاجه باهيه. وقت تقول السيكار قوي لها في الكابيتال نتاعها وقت تقول معناها فما تشغيل حالي واني وقت تقول معناها شنو اللي عندنا بالنسبه للفلاحه هذوما مشاريع موجوده وتحكيت فيها وصارت فيها برشا جلسات وهذه هو بحوليه تو ينجح. احنا نقول رب دارة النافعه. احنا نتمناو الدم المرحوم انور السكرافي يكون البناء يكون ما يمشيش يهدر يمشي بالعكس انه هو الناس كل تتوحد باش يلقاو حلول ومنتعديو الجهات الاخرى وكل جهه لو عندها خصوصيات وتنجم تلقى حلول. والله فما ساعات مشاكل بيروقراطيه ما سهلش انك تتجاوزها. دونك اليوم هذا هو اللي حاجتنا به اليوم كما قلت ونعاودها لازم تخمم على الجهات مش تخممها انت نقص على روحك. اليوم اهبط المفاوضه كلمه سحريه راهي المفاوضه والحوار ما عندناش حل اخر. واليوم المجتمع المدني في الجهات ولا خذا حجم كبير ولا راهو ونرجع لكلمه سمير راو هذايا المخاطله ولا باش تحاول الحيله في ترك الحيله باش تكونوا واضحين من الاول حط الاساس نتاع انه اللي ثم نحكيوا فيه خاطر راهو ما تعرفش المفاوضات هذه يكفي انا نجي نقول راهو فلان خذا حاجه تحت حيط باش يعدي قريبه ولا شريكته ولا غيره باش تكرب بعضها وتيح كل شيء في الماء. دونك اول معناها هذا معناها حاجه مشتركه هو انه نحكيوا اللي فما خاصه هوني نتجه للحكومه والمعتصمين. اولا المعتصمين يلزم برنامجهم يحضروه باش ما يصيرش اختلاف يعني يكتبوه ويكونوا متفقين عليه باش تولي الناس تحكي مع ورقه معناها حاجه فيها اثر اللي هو معناها عنده تبني عليه. بالنسبه للحكومه الناس كنت تستنى في معناها دعوه للتهدئه وخاصه اعلان استئناف مفاوضات باش نتجاوزوا هالمرحله الصعبه ما نزيدوهاش كل دقيقه راهي تتعفن الامور. ماذا بينا في اقرب وقت تكون رساله واضحه لانه نتجاوزوا العمليه هذه ونبنيوا عليها ونصلحوا الامور. خليفه بما انك تعتبر اساسا انه الاشكال السياسي سواء كان في النظام وهذا كنت ذكرته البارح انه النظام السياسي الحالي يعطل تسيير شؤون البلاد. اليوم قلت أيضا الموزاية السياسية عصفت بهذه الاحتجاجات وشوهتها في بعضها وعطلتها. هل الحل أيضا هل الحل سياسي بالنسبة لك في مثل هذه الأزمات؟ الحل يكون صادر عن الطبقة السياسية. ولكن اليوم نسمع مثلا الدعوات جزء من الدعوات تقول لك لا نعمل انتخابات. هي نعمل انتخابات ويطلعوا الجماعة ذوم مش عمل وشنو ضامن أنه تعود الانتخابات وما يطلعش النداء والنهضة تو مرة أخرى ونعمل انتخابات تطلع الفريق الآخر. هل يملك الفريق اخر حلول الان يحجب فيها عن الراي العام يعطينا الحلول تو نبلغوها له الشاهد وغيره. لازم نقر انه البلاد في وضع صعيب وانه البلاد انهكت يعني 7 سنين نحن نصرفوا وما ننجوش واقفه الدنيا كلها واقفه مش لانه واقفه لان الناس كل جات فرصه باش يعبروا عن حقهم في المطلبيه وعن التنميه وعن غيرها. يعني وقعت عطاله كبرى ومست الاداره في فتره معينه وباش نولوا ندخلوا في دائره مغلقه. شنو هي دائره مغلقه؟ انه نتهم بعضنا الكل بالقصور وبالعجز وبالفساد. طيب هذيك هي التهمه. المؤلم راهو مؤلم نعيشوا كانه في معناها تراجيديا. 2011 يقوم الشعب يقول ديجاج لهؤلاء اللي هما انفسهم 2012 يعاود الديجاج تنتج لجماعه 2012 وجماعه 2012 يعاود يوزعوا الديجاج ل 2013 وهكذا دولي. تو يحكموا تو هما قالوا للجماعه راهو اللي قبلهم. هي نفسها العمليه. هذه مسؤوليه مش الشعب التونسي. اعتقد الشعب التونسي سابق النخب باعتبار انه شعب يقول لك المطلوب مني عملته. طلبتوني صناديق الاقتراع مشيت ننتخبت يعني مارس المطلوب منه في 2011 حمال بلاد من اي انهيارات ومنزلقات اخرى. في بن قردان تصدى للارهاب وقف مع الواحد وقف مع الامن. الان شنو المطلوب؟ تبقى مسؤوليه النخبه السياسيه اللي في الحكم او في المعارضه والنخب معناها في كل مجالات في في في, في, في الرابطه في المحامين في غيره اللي هما نخبه البلاد. نخبه البلاد الحقيقه ثم جزء كبير منها يتعامل مع الثوره ومع الانتقال الديمقراطي ومع السلطه بمنطق الكعكه. يعني قضيه صراع متاع تموقع وافتكاك واغتنام مغانم من عملية السلطة وضيعنا الموضوع الرئيسي هو لماذا قمنا بالثورة؟ قال عادل إمام لماذا؟ خنختم معك سي سمير. يعني اليوم ما نترحم مجددا على أنور السكرافي ونتمنى الشفاء العاجل لرجال الأمن وإن شاء الله تهدى الأمور. فما بلاد تجمعنا في الأخر نختلف. يعني اليوم أنت تقعد مع وزير غدوة تتعاركوا في مفاوضات مع فما بلاد تجمعنا. يعني هذا ساعات بعض البيانات سمحوني ما شو سونسيتر يعني
في الحياه فما ساعات بيانات نتاع احزاب وبيانات نتاع اشخاص وتصريحات، يعني فما شويه نار يحب يزيد يذكيها ويحب يزيد تشعل، ما عرفش بعد هو باش يقعد يستمتع بالرماد والا باش يعمل شويه هكا جو معنا. ما هذا ما فهمتوش، هل هناك اليوم من يسعى انه هالبلاد تطيح سقفها وانا تحت سقف الناس الكل؟ يعني يعني وهذا اللي يخوف هذا راب. يعني في تقديري نتمنى انه هذا مش موجود، وما نحبوش نوزع اتهامات بشكل اعتباطي موجود ما سمي انا موجود لهذا الطرف او ذاك، ولكن القضيه اخي الكريم بليت. قضيه انحيازات. انا موهوس بمساله الانحياز، لانه في كل سياسات عامه لابد ان هذه السياسات تعبر عن انحياز لفئه دون اخرى في اتجاه تعديل الميزان، والميزان يجب ان يفهم معناها الساسه نتاع البلاد و رجالات الحكم في البلاد أنها مختلة اختلال فظيع بين جهات فقيرة ومهمشة ومفقرة، وبين اتساع نسبة الفقر بشكل مخيف، وبين اتساع رقعة معناها البطالة، وغياب الرسائل المطمئنة وتبشير الأمل بالمستقبل. هذه أزمة تونس اليوم، كيفاش نعالجها؟ لابد وأن نستلهم من هذه الثورة العظيمة اللي صنعها شباب تونس ومناضلي ومناضلات تونس من مختلف المدارس، باش هك الشعار اللي يعرف خليفة كنا سكننا برشا، تونس أخرى ممكنة، تونس أفضل أخرى ممكنة. راهو إذا كان هذا ما عادش نحلم به ويقع اغتيال الحلم، بطبيعة الحال اللي مش يعوض الحلم هو اليأس، واليأس نعرف مآلاته. بالتالي أنا نحب نأكد وفي التوقيت خلينا الأخ خلينا في تونس أخرى ممكنة، في تونس أخرى ممكنة. والجريح عبد الله اللي وقع نقله إلى مستشفى الجامعي بصفاقس، زاروا الأخ منذ قليل الأمين العام نور الدين الطبوبي وأجرت عليه عملية، وإن شاء الله الإطار الانتقال في وضع مستقر. شكرا لك سيدي الشافعي، إن شاء الله الهداء والاتزان والانحياز للشعب الشافي يكون هو الأمين العام وسعيد العنوان الغالب التونسي للشغل. شكرا لك سي نبيل عبتيف الخبير المحاسب يديك ساعة خليفة، تبقى معنا نعود بعد الأخبار لنتحدث عن بريطانيا العملية الإرهابية اللي ضربت البارح مانشستر. وفي الختام برافيزا جوستوم على ذكر الجريح، برشا إشاعات برما تصدقوش كل اللي تقرأوه الهدية سيدة العباد حتى زملاء في نقل الأخبار وغيرها. نلتقي بعد الأخبار.